وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وسلامنا في أمرنا وقنا عذبنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان ولا عدوان. ننتقل إلى الآية التالية. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الآية التي تؤكد ما سلف أن قلنا. وإنه لقسم، أي القرآن، ولا القسم الذي جاء في القرآن بصيغة فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم. دونك تنزه الله، تنزه اسمه، وتعترف أنه رب عظيم ليس كمثل رب، ولن تجد له سميا. الآية هذه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أين أنتم من تدعون الإسلام من هذا القسم العظيم؟ شكون العلماء نتاعكم؟ علماء كزفت نتاع المجرة الفلانية يظهر فيها كذا، أو المسار كذا، أو اللون كذا، أو درسوا السرعة كذا، واللي به فائدة الإيمان وين هو فيكم يا من تدعون العلم؟ قل لمن تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. إلا سرجوا ربكم تواضعوا، راهو بالتواضع يرفعكم الله، راهو هكذا ما قال الرسول عليه السلام. والرسل الكرام ذاتهم يقول كلما أتيت إلى الله متواضعا كلما رفع الله شأنك عنده وعند خلقه. وحنار جماعة نحن منها إن شاء الله تعالى، اللي ربي يخبر الملائكة يقول لهم أحببت فلان فحبوه واشيعوا حبه عند الخلق جميعا. هذا في الملأ الأعلى حديث هذا. هل عندكم خبر عن هذا الحديث أم أنتم لا تعلمون من قال هذا، من نقل إن هذا الخبر وهو الرسول اللي هو خلق ربي من رحمة للعالمين، فهو المجتبى، فهو المختار عليه السلام والسلام.